بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اليوم محاضرتنا وياكم هي Introduction to PHP، محاضرة رقم 2. نحاول نجيب على بعض الأسئلة. من ضمن هذه الأسئلة، What is PHP؟ PHP قلنا هي اختصار الهايبر تكست بري بروسيسر، وافتهمنا بالمحاضرة السابقة شنو معنى كلمة هايبر تكست بري بروسيسر. PHP is widely used open source scripting language، يعني معناها البي اتش بي تستخدم بشكل واسع، هي مفتوحة المصدر scripting language. نتعلم معنى scripting language في نهاية المحاضرة. بي اتش بي سكريبت تحتاج سيرفر حتى ننفذ إعازات البي اتش بي سكريبتنج. بي اتش بي is free to download and use، هي مجانية بالتحميل والاستخدام. إن البي اتش بي is popular language، لغة مشهورة، من أكثر اللغات اتساعا بالويب ديفلوبر، بسيطة، مو بس المبرمج يقدر يستخدم البي اتش بي، الهاوي أيضا يمكن أن يستخدم البي اتش بي. استخدمت في تصميم مواقع مختلفة، من هذه المواقع هو تصميم السي ام اس اللي احنا نسميه ووردبريس. الووردبريس تصميم جاهز، يمكن ان يصمم مواقع مختلفة بشكل جاهز. وكذلك تصميم الفيسبوك في مرحلته الاولى وليس الان باستخدام بي اتش بي. بي اتش بي فايل، من المقصود بالبي اتش بي فايل؟ كل فايل نسويه باستخدام البي اتش بي هو التوسع مالته شنوها، شنو لازم تكون بي اتش بي. يعني يمكن ان هذا الملف ان يحتوي على تكست اتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت اند بي اتش بي كود. البي اتش بي كود هو يتنفذ على السيرفر، والنتائج النهائيه ترجع باستخدام البراوزر بصيغه الاتش تي ام ال. قلنا البراوزر ما يعرف إعازات أو أكواد الـ PHP، لذلك لا بد من وجود سيرفر. هذه الإعازات أولاً تذهب إلى السيرفر، تتحول بصيغة الـ HTML وترجع إلى البراوزر حتى يتعرف عليها. شنو نستفاد من الـ PHP؟ يعني بالـ PHP شنو أقدر أسوي؟ بالـ PHP أقدر أولد صفحة أو مجموعة من الصفحات بشكل دايناميك. بالـ PHP أنا أخلق فايل، أفتح فايل، أقرأ من فايل، أطبع بفايل، أحذف من فايل، وأغلق الفايل. أغلب الصفحات تطلب منا معلومات، هذه المعلومات تكون على شكل فورم داتا. فبالـ PHP أقدر أجمع هذه الفورم داتا وأخليها داتابيس. بالـ PHP يقول لك أقدر أرسل أو أستلم الكوكيز. بي اتش بي تقدر تتعامل مع الكوكيز. بي اتش بي يمكن ان تتعامل مع الداتابيس من خلال اضافه، حذف، تعديل البيانات بالداتابيس. يعني تقدر البي اتش بي ان توصل قاعده البيانات، وتقدر ان تضيف، تحذف، تعدل الداتا بالداتابيس. اقدر اتحكم بالكنترول يوزر اكسس، يعني انا اقدر اخلي اليوزر يوصل للصفحه وغير في امور محدده فقط. يعني انا احدد له الاوثوريز اللي يستخدمها، شنو الصلاحيات اللي يقدر ان يستخدمها اليوزر، انطي صلاحيه ادمن وانطي صلاحيه يوزر للمتصفح. بالبي اتش بي يمكن ان اشفر البيانات، يعني انا اقدر استخدم البيانات مثل ما يطب الباسورد، مثل من اقدر ادخل الباسورد او ادخل بعض المعلومات الخاصه بالكريدت كارد، تكون مشفره باستخدام البي اتش بي. البي اتش بي كاخراجات تعطينا اخراجات الاتش تي ام ال، تعطينا اخراجات صور، او تعطينا على شكل بي دي اف، او على شكل فلاش موفيز. يمكن ان تتعامل مع الاكس اتش تي ام ال اند اكس ام ال. الاكس اتش تي ام ال هي اختصار اكس ام ال زائد اتش تي ام ال. يقول لك ليش انا افضل استخدام البي اتش بي؟ يقول لك يمكن ان استخدم البي اتش بي على منصات مختلفه، يعني أنظمة تشغيل مختلفة. كل أنظمة التشغيل ممكن أن تستخدم البي اتش بي. يمكن أن أستخدم الداتابيس بالبي اتش بي بشكل واضح. البي اتش بي هي مجانية، ويمكن أن أحمل البي اتش بي ريسورس من www.php.net.
بي اتش بي يسهل التعلم وتعمل بكفاءه من جهه السيرفر سايد، لان البي اتش بي هي اوبن سورس. قلنا نستخدم الويب سيرفر حسب نوع البلاتفورم مالتك، حسب نوع المنصه اللي انت تستخدمها. فمثلا استخدم الوامب اللي هي ويندوز اباتش ماي اس كيو ال اند بي اتش بي، واذا انا استخدم منصه اللينكس البلاتفورم مالتي فراح استخدم يا اما اللامب او الاكزام، واذا ويندوز استخدم الوامب او الاكزام. انا حاسبتي ماك فراح استخدم الماب اللي هو اختصار ماك اباتش ماي اس كيو ال اند بي اتش بي. اذا فهمنا كل هذه الامور راح نبدا ناخذ السنتكست الخاصه بالبي اتش بي. السكريبت الخاص بالبي اتش بي اقدر استخدمه في اي مكان في داخل الفايل، يعني ما محدد بمكان معين. يعني ما اقدر اقول انا استخدمه بس بالبودي او استخدمه بالتايتل او استخدمه من ينتهي الاليمنتس الخاصه بالاتش تي ام ال. اي مكان اقدر استخدم سكريبت البي اتش بي. حتى ابدي سكريبت البي اتش بي بشكل صحيح، ان قواس المثلثه بدايه القوس المثلث علامه استفهام كلمه بي اتش بي، انه بكتب مجموعه من السكريبت الخاص بالبي اتش بي ينتهي بعلامه استفهام ونهايه القوس المثلث. تلاحظ هذا اكزامبل، هنا انا عندي علامه استفهام، هنا بدايه القوس المثلث بي اتش بي، وهنا أنا اكتب الكومنت او اكتب مجموعه من السكريبتات الخاصه بالبي اتش بي وينتهي بعلامه استفهام قوس الاكبر. كل هذه نسميه سكريبت خاص بالبي اتش بي. راح ناخذ اول سكريبت بالخاص بالبي اتش بي اللي هو الكومنت. هذا السكريبت ما يتنفذ بالسيرفر ولا يتنفذ بالبراوزر، هذا فقط خاص بالمصمم للموقع. وعندنا ثلاث انواع من التعليق. اذا اريد ان انا سطر اسوي له كومنت، اذا استخدم اثنين باك سلاش او الهاش، اي وحده من ذن هي عباره عن كومنت لاين. اذا عندي بلوك مجموعه من الاسطر فراح يبدي باك سلاش نجمه ونهايته نجمه باك سلاش. هذا نعبر على الكومنت باستخدام البي اتش بي سكريبت. واضح شباب هسه؟ نعم واضح. قلنا من الاشياء اللي نحتاجها حتى نقدر نصمم موقع، هذا الموقع نسميه ويب دايناميك، لازم احنا عندنا بعض المعلومات على ستاتيك ويب، لان هي المرحله الاولى هي مرحله الستاتيك ويب، اما المرحله الثانيه هي الدايناميك ويب. فانا عندي لازم بعض المعلومات عن على ال HTML وال CSS حتى ابدي بخطوه البي اتش بي. الان خلينا نعرف معنى شنو معنى سكريبتنج لانجويج. اتطرقنا بي اتش بي هي سكريبتنج لانجويج، منو منكم يقدر يجاوب على هذا السؤال؟ دكتور يعني هي لغة وصفية مثل ما نقول؟ هي أقدر أقول السكريبت معناه وصف. نعم، سكريبت نيد تو ران وذ أذر بروجرامز، يعني اللغة الوصفية لازم تحتاج برامج أخرى عمود تشتغل مثل البراوزر يعني دكتور. حلو، بعد اللي هي وصفية لين نقدر ندمج البي اتش بي وهي ال HTML. شكرا. كل سكريبتنج لانجويج هي بروجرامينج لانجويج، ولكن ليس كل بروجرامينج لانجويج هي سكريبتنج لانجويج. سكريبتنج لانجويج تستخدم الانتر بريتر اللي هو احنا نسميه المفسر. المفسر راح ينفذ سطر سطر، ياخذ السطر ينفذه لحد ما ينفذ هذا السكريبت ويخلص. خلاص ما له علاقه انه استخدمت انا اي لغات برمجه اخرى، وما له علاقه على المنصات او البرامج الاخرى المستخدمه. لكن بروجرامينج لانجويج مثل لغه سي لاحظ تريد بيئه خاصه بها، كومبايلر خاص بها يحول الكلام المكتوب بالسي مثلا الى كلام مكتوب بلغه الاله وينفذ مجموعه من البرامج المعقده المستقله بذاتها. المصطلح الاخر نوع بي اتش بي يسمى سيرفر سايد لانجويج، لان البي اتش بي كود تتنفذ فقط بالسيرفر، ما نقدر ننفذها بالبراوزر. فالكلام اللي نكتبه احنا كمبرمجين السكريبتات الخاصه بالبي اتش بي لازم اكو سيرفر، هذا السيرفر يحول الاكواد المكتوبه بالبي اتش بي الى اكواد مكتوبه باستخدام ال HTML حتى يفتهمها البراوزر. لذلك تسمى البي اتش بي هو سيرفر سايد لانجويج. واضح هاي المفردات؟ لذلك يطلق على البي اتش بي هو سيرفر سايد لانجويج وسكريبتنج لانجويج. هذا كل ما يخص بمحاضرتنا اليوم.
أرجو أن تكون واضحة.